انا دخلت هنا وانا بموت. بفضل ربنا، بفضل دعواتكم، بفضل الملائكة اللي موجودين دول كلهم، هكون مع الدكاترة. حضرتك قول للناس انا اكون جاية ازاي. على كل الناس يا رب دايما. بجد يعتبر انجاز من الانجازات اللي ربنا من علينا بيها في الايام الجميله دي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يمكن استاذه نشوى كانت داخله بتصارع الموت بجد، تمام؟ يعني نسبه الاكسجين ضعيفه جدا في جسمها. المرض كان ابتدى في مرحله النشاط العاليه بتاعته، والحمد لله ربنا قدرنا وادانا الاسباب ان احنا نقدر نشتغل بيها كويس. كل الدكاتره المحترمين والتمريض اللي كانوا سهرانين ليل نهار يدوا العلاج ليها والكل اللي زيها. الناس دي ما كانتش بتنام، الناس دي ما كانوش بيناموا نهائي عشاني. تعالى يا صاحبي حكيلي بابني دكتور محمد توفيق. قول للناس لما دخلتلي بعد ما تعفيت قلتلي ايه؟ الحمد لله ان ربنا نجاكي من فتره معينه. المرض ده في فتره معينه اللي هي فتره الالتهاب اللي بتسمى العاصفه، المريض لو دخل فيها يا بيتم شفاءه على خير يا اما بيروح الناحيه الثانيه. فالحمد لله ان ربنا نجاكي في الفتره دي، والحمد لله الدنيا ماشيه على خير. ده بقى ابني، يا رب كل الشباب يبقوا زيه. ابني محمود، دكتور محمود، ربنا يكرمك يا رب. من فضلك قول للناس انت ازاي كنت بتهديني. احنا من اول معنا طبقا لبروتوكول الوزاره، وادينا كل الادويه الممكنه اللي ممكن تساعد الاستاذه نشوى ان هي تتعافى من هذا المرض. والحمد لله بفضل ربنا ثم بفضل البروتوكول بتاع وزاره الصحه اللي حاطينه اساتذه كبار، الاستاذه نشوى بقت كويسه وبفضل مجهود زمايلنا في المرور اليومي عليها. دايما الحمد لله كنا بنطمنها وبنقول لها ان حالتها كويسه، والدعم النفسي كان مهم جدا ليها. كان احد العوامل اللي خلتها تتعافى بسرعه هو الدعم النفسي والكلام الكويس والمعامله الكويسه ليها مننا ومنها لينا. دي كانت حاجه كويسه جدا منها، واحنا بنشكرها جدا على ذوقها واخلاقها جدا جدا. الاستاذه نشوى ما شاء الله يعني ما شفناش في اخلاقها والله العظيم. الله يخليك قبل كده يعني. ربنا يحميكم يا رب. حبايبي بقى ابني يعني حسين. انا مش عارفه اشكرك ازاي والله، يعني ربنا يبارك لي والدتك ولاسرتك فيك يا رب. الله يخليك الله يخليك يا حبيبي. دكتور احمد محمد اسعد، انت حضرتك كنت المسؤول عن الحاجات اللي هي مكافحه العدوى بقى والحاجات دي كلها، والشرح اللي حضرتك قعدت تشرحه لي. طبعا الحمد لله والف سلامه على فوق حضرتك. واحنا طبعا هنا الحمد لله المرضى برغم ان حضرتك طبعا قيمه فنيه عاليه جدا، لكن المرضى هنا والله يشهد ربنا كلهم زي بعض بالظبط. واحنا هنا الحمد لله المنظومه اللي عملها الدكتور طارق تحت اشراف وزاره الصحه منظومه قويه جدا، والحمد لله يعني حضرتك شفت الاثر يعني. انا مش ما شفتش، انا صحيت الحمد لله. دكتور احمد امبابي ده بقى ابني الصغير، ده اللي كان مسؤول عن رفع روحي المعنوية. أنا داخلة بموت وقال لي حضرتك ليه ما بتضحكيش؟ هتضحكي وقريب قوي هتطلعي من هنا وانتي أحسن ما جيتي. وفي يوم في يوم قال لي لما تعافيت امبارح تحديدا، قال لي ايه ده يا مدام نشوى، انت نسبة الأكسجين بتاعتك بقت أحسن مني. فبس ما شاء الله يعني. الحمد لله احنا فرحتنا ما بتتوصفش بخروجك، ودي اهم حاجه بالنسبه لنا والله، اهم من اي حاجه تانية. كفايه روحك الحلوه اللي كانت معانا، واحنا ما عملناش الا الواجب يعني، ده الواجب بتاعنا وحياه ربنا. بس انت وعدتني تعزمني على فرحك ان شاء الله، انت اول واحده في فرحي ان شاء الله. ان شاء الله الله يكرمك. بسم الله الرئيس التمريض. بسم الله يا حبيبتي. الست دي انا لو اختي معايا انا لو اختي معايا في العزل ما كانتش هتعمل هي وكل هي على فكره واحده من حوالي 12 نوبات يعني نبطشيات مختلفه، فكلهم
بلا استثناء بلا استثناء كانوا محسسيني ان هما الضيوف عندي، مش محسسيني ابدا ان انا تقيلة ولا ان انا مجهود ومش قفت عليهم. انا في يوم في اربعة صفروا من بالليل من الساعة 2 بالليل للساعة 5 الصبح بيعملوا لي كمادات في جسمي كله جنب الادوية اللي باخدها لان الحرارة كانت وصلت 40 ومش عايزة تنزل. اليوم ده انا حسيت ان انا قليلة، حسيت ان انا ما بعملش حاجة وما سويش حاجة جنب هيئة التبريد كلها، انا ما سويش. المهم بقى اعظم حاجة الامرايا ناهد دي اجمل بنوتة في الحياة الحقيقة. انا فاكرها بنوتة طلعت تيتا، لسه تيتا جديدة وناهد كانت مسؤولة عن انها بالاجبار بتأكلني، قالت لي الاكل هم يعني مسؤوليتهم العلاج، انا مسؤوليتي الاكل. اطيب المنى بدوام الصح. هنبتدي نصور بس ده. اوكي. ده الكيك بتاع شطار اللي بيخافوا. يا دكتور.